الخير على اغلى جمهور قناه الشروق وكامل الاوفياء اللي ينتظروا هذا البرنامج، اكيد باش نطلعوا عليهم ونقدموا لهم وصفات رائعه اللي كامل تسناو. كنت تشوفوا في هذا المنظر الجميل، انا حابه نعرض الشيف كريم وروحوا في ديك اسمعي الزودياك باسينا ملونه انا نروح ولا غير ربي شويه هوا شويه ماشي معليش عذرونا بسبوسه هي واجده كلش راه واجد اليوم عرضت لي كاع النحل. اليوم برنامج معروض فيه النحل مباشر، شوفوا شوفي واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة عرفتي هاكي وجو عندك يعطيك الصحة كتر خيرك كريمة. هذا هو أكيد البرنامج اليوم، قلنا لكم أنه في التحلية راح تكون بسبوسة وبسبوسة كامل تحبوها، وجاب لي ربي النحل اليوم راح يكمل معنا الحلقة والبرنامج. أكيد خليك ترحب بالجمهور الكريمة. نرحبوا بجمهور ألو شاف جمهورنا العزيز، نقول لهم إن شاء الله تجوزوا أوقات ممتعة معنا ومع المعرضين تاع النحل. صح الكلمات وخانتنا كيما يقولوا، نطلب من المخرج يلقى لي بلاصه اللي هي كنقعد انا. المشكل اذا شتو دوك هنايا فيد عرفوا غير هما استولوا على المنطقه. دوك نحي الشربات تانيك يعني ما بغد واحد حلوه اي قارص القارص شربات العسل ان شاء الله تجوزوا اوقات ممتعه مع بعض في هاد كيما يقولوا الساعه ساعه ونص بوصفات صيفيه ولا وصفات كنتوا طلبتوها، واكيد راي في لامي وقت تاعنا باش نلبوا لكم كيما يقولوا طلباتكم. وصفات اليوم كذلك خفيفه من ضمنها البسبوسه، وصفه سهله جدا بصح بالك وباك درنا هالفان الشاب بشرى. يلا مشاهدينا نعاودوا نذكركم بالرقم الهاتفي اللي يخدمكم طيله هذا المباشر اللي هو 023 20 97 96. تقدروا تواصلوا معنا من خلال هذا الرقم، وكذلك تقدروا تواصلوا معنا من خلال البث المباشر تلقاوه موجود في الصفحه الرسميه لقناه الشروق تي في. خلونا تعليقاتكم ارائكم وحتى اقتراحاتكم واش راكم حابين تشوفوا معنا. كالعاده قبل ما نبداو لازم نرحبوا كامل الممولين اللي حاضرين معنا، والله يبارك راه كاين تفاعل وعجبكم يعني حتى انتم جربتم هذا المنتوج المحلي اللي سوا شوكولا ولا الارز ولا كل يعني المنتوجات المحليه راهي في تحسن ومنتوجات جيده. فنبدا نعاود نذكر المشاهدين اللي ما على بالهمش انه دائما في تحلياتنا نستعملوا شوكولا باتيسي. شوكولا باتيسي عندهم هاد لي طابلات دو شوكولا فيهم العديد من الانواع، بيضاء سوداء بالحليب وكذلك بالبندق بلس لي بيستول هادو دو شوكولا اللي عندهم اللي فيهم ادواق مختلفه ثاني. وبالاضافه الى هادو في لي بيستول تلقاو الكو كراميل اللي محبي شوكولا بذوق الكراميل بزاف هايلين بخاتيك، وتلقاهم على شكل حبيبات الداخل بالنسبه للناس اللي دائما يتبعوا البرنامج. اليوم راح نستعملوهم لا اليوم بسبوسه اليوم بسبوسه مش هستعملوها. يلا الممول الاخر سوسيمي كذلك حاضر معنا بالكسكس وكذلك لي تاغلياتيل لي بات ديالو من اجود كذلك المنتوجات المحليه. اروى يعني هذا خلوني نقول لكم هذا الموسم كانت عندي يعني ديكوفريتها انا، اكتشفت هذا المنتوج الرائع سواء في المياه المعدنيه ديالو من اجود المياه المعدنيه الموجوده في السوق الجزائريه. كما قلت لكم الذوق تاعو بزاف هايل جاي خفيف شتي يعني ما يطلقش يعني هذيك الكو تاع المالي رانا نلقاهم يعني كثروا بزاف ماركات واختلفت لكن اروى يعني شيء انا اللي نقول فيها يعطيهم الصحه لانه مياه معدنيه هو ماء تاع المنبع بزاف 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 هايل، وعندهم محبوب الجماهير موخيطو ديالهم بزاف بزاف هايل. جربوه لما تروحوا للاخر اشرو هذا اروى موخيطو، فيه هو مشروب غازي فيه النعناع والقارص بزاف هايل والكو تاعو بزاف بزاف كيما قلت لكم مليح. وعندهم كذلك مشروبات غازيه اخرى ك اروا كولا، وعندهم مشروب للطاقه، وعندهم كذلك مشروب اخر بذوق الرمان، وعندهم كذلك القلعه الكبيره هذيك تاع البرتقال وهو مشروب بزاف هايل. فقط كما نعرفوا المشروبات لازم يتشربوا باردين، فرحبوا بالممول ديالنا اروى ضمن البرنامج. مارغارين ماني هو كذلك حاضر معنا وتعودت عليه دائما في الطبخ والحلويات، كذلك رحبوا بالحاره حاضره معنا بالطماطم المصبره ديالها لي شامبينيون لي مايس ديالهم كذلك في البرنامج. حاسه جاب لي ربي قرصتني هنايا يا نحله. لا 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 هاي صح انا بدي نتحسس والنحله انا يموت عليا تم تم نمد ليها كاين الملح
نقول تراب 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 ولا الماء كيف كيف. يلا رحبنا بالحارة، رحبوا كذلك بلابل. يلا شوفي لابل جابوا منتوجات جديدة، هاي شفتيهم منتوجات جديدة تاعهم. جابوا هذا الأرز الهندي كنا نشوفوه فقط في المنتوجات تاع الخارج، نلقاو هذا الهندي أرز سيلا بسمتي ذهبي هكذا. ايه سيلا هندي، شوفوا لا كاليتي تاعو. جاب لي ربي جاي ايبي سيلا لا. ولا الحبه هو طويله هو جاي ارز، يعني هذا حبه طويله، يعني كي يطيب يطيب العلبه يقول لك هندي، يجيك مزربه اكثر مايل اسمر شويه، لكن ايه حبه طويله هذايا هايله. جربوا الحلوه خلي احنا ماشي حنطيبوا به اليوم، معليش بصح بصح حنا يبان لك. اعطيني انت ديك ايه حبة طويلة هذا كي يزيد يطيب كي نشمخوه. ايه هايل هذا، هذا يخرج فريمون هايل كي تشمخوه 20 دقيقة ومن بعد نطيبوه يجي مزرب طويل حبة طويلة. مليح بزاف هذا الأرز نسيوه، عطينا لي منتوج دائما لابيل، نعاودو نذكرو دائما غادي نديرو وصفة هندية بها. ديري لنا لابيل يعني معروف، وهذا أرز سيلا بسمتي نوعية رافعة. وشنو الفرق ما بين هذا وهذا؟ هذا كي يطيب راح يشرب يعني ما اكثر، يجيك شويه من دعبل هاك خشين. لكن هذا يجي احسن في البازماتي ولا في البرياني، يجي حبه طويله تبان اكثر. هذا في الانواع تاع الارز تاعنا الجزائريه بالك، وهذا شباب. يلا منتوجات جديده في ارز بسمتي اللي ممول ديالنا لابيل دائما راح نسيو ان شاء الله بهم. انا شفتهم مقبله قلت لي مالا نتقاسمهم مع المشاهدين. نورمالمون رحبت كامل لي سبونسور، عطيتكم رقم الهاتفي نتعرفوا على الوصفات. مزيه بعت القارص وراح نحل. قلت لك القارص راه عنده دور. مثلا بني غير في البسبوسه، وين راهو؟ راهو منا او تحتها؟ راهو في البسبوسه. شنو البسبوسه؟ تاع وليدك راهي تحت. يلا انا نقعد هنا ونشوفوا. صافي نبعد عليك بسبوسه ما تاكلياش. حبيت يعني حابه شوفي ناكل منها شربه مشربه ما تخافيش. ما خافش على مشربه، ناتفي غنكل فيها. لا لا شوف فيها، انا خايفه من نحل ما يجيش ما يجيش. نروح الوصفات نتاع اليوم. واش راح نديروا؟ قلنا لكم راح نديروا كباب طريقه بنينه مميزة. خليني نعبر دقيقه دقيقه العبر. إيه؟ شيفه كي تحكي في هذا. شوف 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 شوفي كيفاش هي مشربه، شوفي شربت كيفاش هي طايح من تحتها، يعني تي تقسمي. شوفي هايله بصحتك، راهي مشربه حتى للقلب كما يقولوا. واش مليح تاني سهله سهله بصحتك حبيبتي. سهله توجد ليه ليه وخفيفه. رضوان كنت طلبت حاجه قبل ما ندخل البرنامج، تجي سوس مع البسبوسه لو كانت لحقني. يا بصحتك مسبقا. يلا نبداو على بركه راح نديروا. نبداو بوصفه اليوم، عندنا وصفه كباب راح نقدموها مع شويه سلطه هكا بصل وسماق كامل وشويه دي فخيت. لكن الاساس كيفاش راح نديروا الكباب تاعنا؟ راح نديروه في الفرن ونديروه بطريقه يجي بنين كما يعني كباب اللي يتكل برا، اللي كلا يعني كباب تاع برا. راح نديروه اليوم باللحم، كنا درنا كباب دجاج اليوم، كنا درنا كفته كذلك اللحم مفروم. اليوم حبيت ندير كباب على طريقة يعني مشرقية ونطيبه في الفرن ويجي مليح. كذلك كما يقولوا يجي فيه البنه تاع برا. واش نحتاجوا؟ نسبقوا به بعد نروحوا للسلطه، نقدموا سلطه مع تسماشه مع خفيفه، ومن بعد نروحوا للحاجه الحلوه تاعنا تاع اليوم كالمعتاد، يعني حاجه حلوه اللي درناها اليوم. جبت كميه تاع اللحم مفروم باش راح نزكيها، فقط مكوناتنا. عندي هنا كميه تاع الشحم، دوك نوري لكم كيفاش درت له. وصفة خفيفة لكن تعطيكم يعني نتيجة رائعة. لمحبي الكباب يعني تاني هو طبق سهل التحضير وخفيف في نفس الوقت. خفيف دوكا كمان مع خبز مع عيش مع وحدة فقط هكا، مع شوية واش راح نديروا معاها بصل وطماطيش. شي خبز وعيش راه مأثر فيها زوجها العراقي. لا الدوانة دي تورنا. لا لا شوفي باش نكونوا لوجيك، نهار نديروا حاجة نقولوا ماكو شي ماكو شي، ونهار نديروا هكا تمشوا مع الجو. لا لا قلنا لهم كباب دوك نكملوا لهم خير ما ياكلوه برا. تعرفوا نجوزوا على المطاعم يكونوا كميه وغاشي وقاعد الله الله، ديروا نتوما في المنزل هكا باش ديروه غير في الدار يعني بلا ما تخرجوا. عندي كميه تاع الفيونداشي، راح عندي كميه تاع الشحم. الشحم تاعنا دوها يعني وكي تخبوها خبوها باحكام
نجيب فقط. صح، كنا استعملنا بها البارح، استعملناها في الطبق البارح وكان ذوقها رائع، ما حسيتي لهاش. خبوها فقط ودوا يعني ادوا من المنطقه اللي تكون مليحه وخبوها هنايا فقط، وهي جامده. واش جيت ريحتها، ريحتها في الروبو، مانيش حابه تخليني هذا، ريحتها في الروبو حتى ولات بهذا القوام. يعني شوف عاد شغل رحيتي ما خليتهاش، وهي جامده. دوزتها يعني في ولا سكرفجوها هكا مورسو، سكرفجوه شويه قيس ملعقه ولا اثنين هكا، يساعدكم خير ما تقطعوه وهو طري. يعني في الكونجيلاتور ومن بعد نجبدوه. صح. هنا سوميه شي. انا اللي قاسم جيتي اليوم قاصدك ثاني؟ اي شويه. انت جبتي الحلاوه، قال لي رضوان انه جامي جانا نحل في صباح الشروق الظريف الو جاب اليوم كريمه خدمت معكم صباح الشروق اليوم جبتي في انا جبت النحل صح، وهذيك الواعره الصباح وي هذا داك الواعر ياك النحل هذيك الام تاعهم جاتك ديريكت. هذه مهم كيفاش عرفتي بلي مهم؟ باينه من شكلها تكون طويله اكثر. ايه تاني نحل والله العظيم غير الصح تكون عندها ميزاتها يا اخي. مسكينه حتى الام في النحله وتجي طويله وترفدها من حلو كامل. الام وين ما كان اليوم شوفي الا كملنا غير تبعوا الوصفه. انا مش حنا واش درنا، درنا اللحم مفروم تاعنا، الشحم تاعكم كي تحبوا زيدوه في الكباب، واش لازم له ديروه في كونجيلاتور باش هكا تقدروا يا تسكرفجوه يا اما تحطوه في الكيد اللي ترحوا فيها البصل عادي تترحل لكم فاسيل ما وهي مجمده يكون احسن. حطيت هنا زوج مغارف، تقدروا حتى لثلاثه تمد لكم كو بنينه. واش حندير؟ حندير رشه تاع المعدنوس، وراح ندير حوالي نص حبة تاع بصل هكاك كنت سكرفشتها كذلك، وراح ندخل معاهم مورف كبيرة تاع الفرينة، مورف كبيرة تاع الفرينة حتى تخلي لك الكباب يتماسك وتخلي لكم هذاك ذوك تلق الشحم تاعنا باش يجي توازن والبصل تاعنا يطلق الماء تاعو، هذيك المورف تاع الفرينة تكمل لكم يعني التوازن تاعو. حنحط مغرف واحده فقط، راح ندير ملح فلفل كحل ونعجن كلش. يعني وصفه سهله تشكيله بكا حنشوفوه مع بعض. حندير رشه ملح. في صحتك هذا وقتها قهوه من عند مع حاجه حلوه تجيك هايله جابها لي رضوان الله يرحمها يتمنى ان شاء الله. شكرا حبيبتي. حابين نجيب لك انت ثاني؟ لا لا شكرا حبيبتي. دوكا واش درنا؟ درنا الفيونداشي تاعنا، درنا نص حبه تاع بصل كنا سكرفجناها بها بماها معليش، درنا كذلك زوج مغارف ولا ثلاثه تاع الشحم اللي كنا درنا في كونجيلاتور بعدها جبدناه. هي تجوزوه كيما تجوزوا البصل يعني في لتر حي، ولا تسكرفجوه وهي هكاك حكمه روحها من الكونجيلاتور ديريكتومون، قطعه الشحم هكا احسن عكس واش استعملناها البارح. ودرت مغرفه كبيره تاع الفرينه، ودرت كذلك ملح وفلفل اسود. هذا واش راح نديروا فيه؟ راح نغسل يدي بحاجه بارده ونعجنه جيدا، ما بتشكي راح يكون بالماء البارد. دونك راح نجيب عدسه فقط. يلا نستقبل اتصال. الو 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 مساء الخير سميه. مساء النور، مرحبا. يعيشك، واش راكي؟ الحمد لله، وانت يا واش راكي؟ لاباس الحمد لله. ارفعي لي فقط من صوتك. واش راكي سميه؟ الحمد لله. خليني نتعرف عليك، شكون معك؟ ام تقوى من الصيف. نقول لك والله غير حنقول ام تقوى من الصيف. ها عرفتيها؟ علاش قلت ارفعي من صوتك باش ناكد انه ام تقوى؟ لا لا لا، واش راكي ام تقوى؟ لاباس الحمد لله. هي لاباس الحمد لله. واش راهم ناس الصيف؟ لاباس ما عليناش الحمد لله يا رب. الحمد لله. كاش طيابات؟ كاش سخانه؟ كاش سخانه غير هي، سخانه غير هي. ربي يقدرنا ان شاء الله ويقدرك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. قولي لي كاش طيابات؟ واش راكم طيبوا؟ كاش حفايز خفاف راكم ديروا؟ رانا نطيبوا، رانا مع الشيف كريمه والشيف ناديه. راكم تعاودوا الوصفات مال والله احنا نعاودوا. اهي واش رايك عاودتي الخبز تاع البارح ولا لا؟ لا 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 الخبز مازال ما عاودتوش. عاودي الخبز اللي عاودوا البارح بزاف. بعثوا لي بزاف اللي عاودوا. انا الثاني بعثوا لي. زين فيه شهي. هايل هايل، بنين والحشو تاعو رائع وخفيف ثاني. صح. انا ان شاء الله الويكاند كي نقعد في الدار نعاودوا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يلا خير شيف كريمه. مساء النور حبيبتي، واش راكي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. انت لاباس؟ والله غير الحمد لله. مرحبا بك حبيبتي، واش راكي؟ لاباس ما عليناش. جملتكم لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله. ان شاء الله دائما بخير حبيبتي. ان شاء الله يا ربي. ربي يحفظك تعيشي. ما تقلبي والو. منورينا بوصفاتكم. تعيشي حبيبتي. ربي يحفظك بيكم. ربي يعطيكم الصحة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. ما تطلبي والو ام تقوى؟ والله راكم في القمة.
شكرا لك. نشتيو نهضروا معاكم برك. مرحبا بكم. مرحبا. كل يوم لازم كل يوم نحاول. مرحبا مرحبا بك ام تقوى، انت وفيه للبرنامج. وفيه عايشك. الله يبارك. ربي يحفظك ام تقوى. سلمينا على لطيف وسلمينا على العائله. ان شاء الله. مع السلامه حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. يلا تحياتنا لها. بالمناسبة لحقني الآن رسالة من زميلة نادية، شيف نادية، توفى زوج خالتها ربي يرحمه إن شاء الله، نعظموا لها كامل الأجر وتعازينا لها وعائلة كذلك خالتها. ما عنديش اللقب، فقط ربي يرحمه إن شاء الله ويجعل مثواه الجنة يا رب، وربي يرحم كامل اللي ماتوا. وبالمناسبة تعازينا الخالصة لك نادية وكل العائلة، ربي يصبركم إن شاء الله، ربي يبدل محبته صبر إن شاء الله. كان مريض وكانت خايفة، يعني كانت في كل يوم تجي هنا تقدم تقول لي يعني خايفة أنه نسمع الخبر على المباشر، فربي يرحمه إن شاء الله ويصبركم. كريمة كش ما نساعدك؟ لا لا، لحد الآن اللي نعجن فقط. أنتم لا تعجنوا. بالمبرد لازم يتعجن؟ إيه، ما بتشكيلوا راح يكون بالمبرد. دخلوا شكلوا مع بعض. باش ما يطلقش روحه؟ تشكيلوا باش ما يطلقش روحه، يعطيكم شكل الشباب. وكذلك شريك الشوك تاع كي تدي بالمبرد تشكليه وبعد ديريه ديريكت للفرن. صح. يجي قوامه مليح هكا يعني. صح. ميزته هكا. صح. احسن. ومام كي في التشكيل ما مت يعني المراه ما تتغلبش معها، لانه بالمبارد راح يسهل لها، فعكس كي تكون حاجه جاي يديك سخونه ولا يقعد تلاصق لها. صح. كمان درنا له فارينا، درنا ملعقه كبيره مع هذيك الشحم وكامل تخاف. دونك درنا فيون داشي تاعنا، درنا كذلك قلنا حوالي زوج مغارف ثلاثه هكاك تاع لاشابلوغ تاعكم، تاع الشحم تاعكم، شحم كنا درنا في كونجيلاتور، اسكر في جوه قلنا ولا ارحوه، درنا كذلك ملح فلفل كحل، نص حبه تاع بصل درتها على دفوعات، لكن فيون داشي قليله ديروا غير مغرف ولا زوج. كذلك زدت معاها مغرف تاع الفارينه وراني نعجن فيه. شو مخبك يدي بالمبارد شويه فقط هكا، وراني دخلت كاع المكونات في بعضها، معناتها الماء تاع البصل يتلاق مع هذاك الشحم كما قال لك يتلاق مع لا فيونداشي تاعنا والفرينه، كلش يندمج مع بعضه. نخليه دو كوتي، نطلب فقط يجيبوا لي سنيوه، كنت قلت لهم على سنيوه وبيركس اللي يدخل للفرن تاع البسبوسه. خابيه ان شاء الله دوك يلحقوا. يلا نعاود نذكركم بالرقم الهاتفي، نذكركم كذلك بالوصفه على الشاشه، عاود خليها لنا بيدرو على الشاشه هكذا باش يقدروا يصوروها، وفي نفس الوقت يعني راكم تشوفوا في خطوات التحضير معاها. قلنا رايحين اليوم نديروا كباب، باش راح ترافقي؟ راح نديروا له عادي، راح نديروا ديفخيت كنا قطعناهم هكا، نديروا له سلطه خفيفه معاه، ابار سلطه اللي راح نديروها اليوم معاه تتقدم، بصل ومعدنوس وصماق، وراح نديروا له صوص خفيفه بالطحينيه، يعني لا فري صوص تاعو، راح تكون فيها ياغورت طبيعي، شويه مايونيز، شويه تاع طحينيه، وشويه تاع قارص والملح، ونزيد لهم حوالي نص فنجان تاع الماء، لانه على بالنا الطحينيه كي تزيدوا لها الماء تختار، باش نتحصلوا على صلصه تقدم معاه مع داك البصل وكامل. دوك انا حماله ما بيجي السنيوه ونشكلو باش نحطوه في الفرن، ندير المقله تاعي فقط، نديرو هاد لي فخيت يطيبوا مع بعض. تري بيان. يلا بالمناسبه انا عندي اهداء لسيده كانت زارت البقاع المقدسه وكانت جابت حجه، ان شاء الله حجه مقبوله يا رب ودم مغفور يا رب، للسيده قرداش ولا قرداش نصره، قرداش نصره، نقول لك حج مقبول ان شاء الله، وربي يتقبل منك ويتقبل كل دعاويك يا رب، من اوفياء البرنامج ما شاء الله. حب بزاف هذا البرنامج. كنت كذلك تلاقيت بسيدات البارح كريمه من الاوفياء، شوفي بوسو يعنقوا، بوسو يعنقوا ما شاء الله. كنت مع عمار حشم وهما يبوسوا فيا، قالوا لي نتبعوا البرنامج من محبي البرنامج. كاينه سيده كتبت اسمها باش ما ننساهمش، بالعيادي، سيدة بالعيادي قويدرات ناجية، أنا نقول لكم طلبوا لها شفاء، إنسانة طيبة طيبة، تبوس كريمة وتعاود تسلم عليكم كامل كل وحدة باسمها. وكذلك السيدة بوجاجة آسيا وبنيتهم كانت معهم فرح وفريال، ربي يحفظهم إن شاء الله كامل ما يسعى، وربي يفرحكم بوليداتكم، وربي يشافيك سيدة ناجية ويعطيك الصحة ويشافي جميع المرضى يا رب. في كل مرة أكيد نتلاقاو بجمهورنا، في كل مرة نتلاقاو بمحبي هذا البرنامج، والله يعني كما نقولوا نفرحوا. كاين ربما ناس تحشم يقول لك ما نجوش
نسلموا عليهم ولا ما نتلاقاوش كي لها يقول لك اون سي جامي رده الفعل ما يعرفوا يعني تواضعنا اكيد طيبتك اكيد وطيبه قلبنا اكيد مع كامل المحبين. وحنا دائما نقول لهم انه لولا حب هذا الجمهور ولولا يعني كما نقولوا قبول هذا الجمهور لما كان البرنامج دائما يقدم الافضل ولما كان البرنامج في استمراريه يعني لمده سنوات وهذا البرنامج قائم وهو يعني كبار وخريجي يعني الكبار اللي شاف اللي راهم ربما في قنوات اخرى هم خريجي يعني هذا البرنامج على ما كاش اللي ما جاش من خلال البرنامج صح شفك اول مره قلتي لي يعني كاين جازوا منا وما شاء الله مدرسه واكيد لولا يعني صح برنامج رائع حتى اليوم ما زلت هنا صح تعلمي ما راح تقعدي معنا ان شاء الله كريمه اكيد كريمه من بين اللي شاف ثاني اللي زادت اضافه في البرنامج وفي مده ربما قصيره حبك الجمهور وحب وصفاتك الحمد لله ان شاء الله موسم اخر ومواسم تجمعنا دائما كامل اللي شافوا اللي غادروا البرنامج ومروا من خلال البرنامج كذلك نوجه لهم تحيه من اللي شاف منشطين الكل يعني واحد باسمه لا عجبتني طريقه التقطيع اللي فخين درتيها باش يبان باش يبان يبان شكله مختلف شويه كي يديروا مع الكباب والله غير البارح تعرفي رسائل روتور قلت لهم ماكو قاعدين في الدار تجربوا تاع الخبز تاع كاع واش درنا البارح تاع واش درنا ثاني الكيك هذاك تاع الكيك تاع البارح ما شاء الله لانهم قاعدين في الدار تاع الروز بلي بولات هم قاعدين في الدار وجربوهم الروز ثاني بنين جربوه بنين ما شاء الله غير تقول لك عجبون ولادي عجبهم قلت لهم ما شاء الله يعني الحمد لله هذا هو الغرض روحوا على ما اظن يلا روحوا لاول فاصل اشهاري مشاهدينا الكرام يقولوا لي شباب وبعدها نشوفكم الو شاف الرقم الهاتفي راه تحت تصرفكم تحت خدمتكم اتصلوا بنا على 023 20 97 96 تقدروا تتواصلوا معنا وتتواصلوا مع الشيف كريمه اللي تخدمكم اليوم باطباقها الرائعه بالاضافه الى البث المباشر اللي تلقاوه موجود في الصفحه الرسميه الوحيده لقناه شروق تي في دخلوا اكتبوا شروق تي في بالفرنسيه وتلقاو قدامها العلامه الزرقاء ولا البلو مارك هذيك هي الصفحه الرسميه لقناه الشروق. كنا مع الوصفات اليوم حاضره معنا البسبوسه اللي بزاف بزاف بنينه نتمنى ان شاء الله من بعد تشوفوا الوصفه تاعها ولا تشوفوا طريقه تحضيرها وتجربوها في بيوتكم وعلى هذا استدعت كامل النحل حاضر معنا هنايا في البرنامج على جال العسيله. بالنسبة للناس اللي كانوا يتبعوا من الأول كنا في وصفة الكباب يعني مازال ما لحقناش البسبوسة رانا مازلنا في وصفة الكباب اللي كانت حضراته دوكا نشكلوه مع بعض وجبنا سنيوة تاعنا كتلت لها شوية خضر بصل وطماطيش شو ديفا يحبوه مع خضر مشوية سوختو بصل وطماطيش يديروا هكا معاه دوك درت في الكوتي شوية بصل وشوية طماطيش جوانح شوية ملح وشوية تاع زيت فوقهم هكا ونجو نشكلوا الكباب تاعنا هنا درت ورق الزبده باش اوكسيجون اللي عنده يعني سوا تلصق ولا ما يلصقلوش يجي علاش درتي طماطم والبصل باسكو يتقدم معاه كي تشوى وكي تجي ديري ساندويتش تاعك ديري شويه خضر معاه شويه مع نص بالبصل وديري طماطيش مشويه دوك على اصوله وهكا باش كيف يقولوا نحب الوصفه لما تكون يعني على اصولها كما نقولوا باسكو عليه التشكيله انك كي ديري هكا الخبز تاعك ما خبز عادي وديري حبه كباب فيها بصل شويه مشويه طماطيش مشويه وشويه هذيك الصوص اللي نحن نديروها وشويه زعما سماق هذيك التشكيله تجيك بنينه ما يقهمكش فهمتي علاش انا قدمتوا هكا على اصله اكيد على اصله على اصله يلا وصفه الكباب اكيد راح نحطوها لكم الشباب نعاود نذكر فقط بالاهداء اللي كنت قدمته للحاجه قرداش ناصرة قرداش ناصرة ربي يتقبل ان شاء الله منك الحج حج مقبول وذنب مغفور يا رب ان شاء الله ربي يتقبل كل دعاويك من المتتبعين كما قلت لك الاوفياء لهذا البرنامج ربي يطول ان شاء الله في عمرك ويفرح بكامل وليداتك الان راهي مقابله الشاشه اكيد وراهي تشوف في الاهداء تاعها ربي يتقبل منك ان شاء الله يا رب وسلامنا وتحياتنا لكل عائله قرداش بالجزائر العاصمه وفي كل مكان يلا او جاردو عن جا وقت الماء البارد ووقت المخيط البارد يعطيك الصحه ان شاء الله في ميزان حسناتك شكرا لك رضوان رضوان مسؤول بلاطو اللي دائما يتفكرنا هكذا يدور علينا بالواحد ماشي غير انا وكريمه صح. حتى رجال الخفاء ودائما نعاودوا نذكروا انه الصدقه الجاريه هذه هو الماء لما تبردوه وتصدقوه دائما نقولوا اللي عنده القدره انه يشري هكا مياه معدنيه مغلوقه يبردها ويصدقها سينو يعني على طريقه زمان كما كنا بكل تواضع بكل حب اكيد نقدموا فقط يعني مع هذه السخانه كاين بزاف اعمال شاقه
حتى انا كي نشوف مساكن هذوك لي جون تاع اللي حاطين طوابل كيما تاعو هذا في ميسوني تشوفيهم والله يعني صح كيما نقولوا اكل لهم كل الاحترام على واش لانه كسب القوت الحلال ماشي بالساهل والخدمه ماشي عيب يعني نقدروا نخدموا اي حاجه تكون تاع حلال وندخلوا بها رزق الحلال فربي يقدرهم ان شاء الله ودائما تفكروهم يعني بهذا الصدقات الجاريه صح انا نشوفك كي تشكلي فيه بالمغرفه مغرفه باش يجيك فيد من الداخل كباب فري احنا ما عندناش هذاك السيخ يعني باش اوموا يجيك فيد راح نديروا في الماء البارد يديكم دائما في الماء البارد وفرشيطه ولا مغرفه ولا القفه تاعها وتبداو تشكلوا فيه باش هكا يجي فيد لداخل وتجبدوه عادي ويطيب بيان ويجيكم فيد لداخل يعني الفري الفرن تاعنا اللي شعلته ديجا ونخليه يتشوى مع هذاك الشحم اللي فيه يعني تشوى مليح فهمتي علاش نديروا الفلافل تاعنا عجبتني عجبتني الطريقه انا كنت نشكلو كنت ندير هذوك اعواد الشواء ندير زوج ما يخرجكش ما يتشكلش نعم بصح حنا كنت رفدي الحبات تلقايها فيد لداخل كي تقسمي ومن بعد كي طيب تلقايها فيد وهذا هو يعني احنا ما عندناش بصح غير بحاجه بسيطه وهذا الحاجه اللي خليها خفيف كريمه شتي ناكلوه في شوفي لداخل أنا شوف وري الشيفة سي تشديها تجي يعني متقوبة لداخل ما في طيب حاكم روحو يطيب في هما يديروا هذاك شغل كأنه السيخ هذاك السيخ يقولوا له يقولوا له السيخ في المطاعم التركية يعني نلقاوهم هنا اللي راهي في الجزائر يجيب يحطوا يعني طويل هكذا يديروا شتي هما على الشواء يديروا على طول على طول الشوايات تاعهم وخفيف شحال هايل بزاف خفيف بزاف خصنا يروح نحل ونجيبوا شويه ديرو والله غير كيما كنت مع صديقات العمر ريما وسميره كنا كليناه تحياتنا لهم في احدى المطاعم هنا التركيه بزاف 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 بنين مع الخبز تاعهم كريمه ولا اروع ان شاء الله ثاني نحطوا لهم ونعطوهم وصفه هذاك الخبز تاعهم اللي هو شوفي مبرد هكا شوي هو مليح وبنين بصح في حاجه كو زعما لازم تاكليه سور بلاس ولا ما يعني ما يضاينش كيما نقولوا يبس يبس اه يبس على بالك هما الوصفه تاعهم هكاك عامله يديروه رقيق ومن بعد يجوزوا عليه هكا كاع بيديهم وسخون تقعدي ناكلوا غير هو ومن بعد صح تحيه لهم نديروها عائله امي بالقبه كل مره دوكا الا سمعوني قال علاش هي عيطت سميه يروحوا ناكلوا دوري معاكم ها سمعتوا سميه ما تقولوا مرحبا كريمه والله مرحبا دوري انا شوفي نعرف لكم تعريف نهضر وانتم كولوا لا انت خلاص ملي ارتبطتي بالدراري وخلاص نورمالمون كبروا كريمه لا خلاص واش يسمع فيها لا خلاص ما يهمش خليهم بابا خاصة الان الشهيرة للمرأة الجزائرية خلاص كبروا هيا وإذا ربما أنا مازال ما عنديش هذه الخبرة لكن بالشكاوي تاع صديقاتي شغل وليت خلاص تقول لك نخلي له الدراري باش يشدهم تعيط له واحد الساعة يعيط له أرواح يشدي ولادك واحدة وطلع منه واحدة ولا منه هذا كاع في داركم مازال ودراري عبك أي مرة باش تعرفوا قيمة يعني الأم والتضحيات اللي ديرهم الأم وكيفاش تعرف يعني تتعامل مع أولادها وتربية أولادها ربي يقدر إن شاء الله كل الأمهات ويحفظ لنا كامل أميماتنا واللي ماتوا ربي يرحمهم يا رب فوالا أنا شكلوا فيه شوفوا من تشكيلو نعاود نذكروا واش درنا فيه كريمة درنا فيه لحم مفروم درنا فيه جوج مغارف ولا ثلاثة تاع شحم اللي كنا درنا في كونجيلاتور من بعد سكرفجوه ولا جوزوه وين ترحوا البصل عادي تاعكم ومن بعد درت نص حبه بصل كذلك كنت رحيتها او سكرفشتها بيان بها بالماء معليش وديروا مغرف تاع الفارينه ملح وفلفل الكحل ورشه تاع المعدنوس خلطوا كلش مع بعضه بيان اعجنوه بشويه يعني شمخوا يديكم بالبارد وعجنوه وتشكيلوا راح كذلك بالماء بارد قدامكم بهكا فرشيطه ولا مغرفه ولا شكلوه كنت درت شويه خضر انا طماطم تقعد اختياريه والبصل اتشوا على حسب تاع زوج حبات ثلاثه هكاك شتي من الاتراك يديروها بصح هما حبات يشوها بس كون عندهم اللي يشوا صح بعد يحطوا له قدامها صح هكا نفس الفكره انتم ديروها في الفرن كي تشوى ديروا منها لي ساندويتش هاي لا صح راني نشكل فيه ما بارد شويه قدكم في يدكم فقط من الاحسن يكون بارد او مجمد يلاه نساعدك نخلط لك لي فخيت باسكو راني نشوف فيهم اه صحيتي والفرن تاعنا كنا راني مسخناتو اعلى على يعني درجة حرارة عالية تكون 200-220 هكا باش كي نطي نديروه يدخل يطيب تمتم خاصة كي يكون فيد هكا فقط ما يندمج كلش مع بعضه هذاك الشحم يتلقى بالنار
وصيبه ما تحسوش بزاف الشحم هذا سورتو الا كانت قلت لكم نوعيه مليحه بالعكس يعطيكم غير طراوه للفيونداشي تاعكم هذا كي كنت نروح زعما هكا مارشي ولا نلقاهم يبيعوا في هذه الالات اللي يقطعوا ايه اللي يقطعوا البطاطا كم تشوفوا في شكل البطاطا اليوم ولا لا لا قلبوا هذه الخرده اللي مي شغل نديهم هذه يديروا بها المخلل يديروا بها البطاطا ايه كلش لا من بعد نشري شوفهم قطعوا بطاطا قطعوا خاصة هاي هنا هاي عاري هنا عندي وحده زياده فتحي هنايا تلقايها بس انت اللي دارت ايش راح نخبيها من بعد عرفت باللي راهي مشهوره عليا بسينا الحمراء اي في الكوتي فوالا نديرو الكباب تاعنا يطيب راح نديرو رشه خفيفه اه كاين انواع لكن هذه اصغرهم يعني هذه خفيفه غير تم لا غير هايله شوفوا اللي قطعت بها البطاطا تاعها اليوم شوفوا شكلها رائع يعني شهي حتى ربما تقدم للاطفال ولا هكذا يدوها معاها ولا الناس اللي راهم يخرجوا ويروحوا للبحر ولا نشوفها انا شابه شهي يا اخي مع كفته صغيره كنا درينا كفته دجاج ولا هنا شوفوا مغرفه صغيره شوفوا باكا ويتقاطر ندوزها شويه من الفوق باش تعطينا غير باسكو ما درت والو درت غير ورق الزبده هي بيان هكا راح ندخلهم للفرن باش يتشواو ونكملوا باقي الوصفات هكا باش نعطيهم وقت دونك نجي نحي البطاطا يلا اذا كاين اتصال استقبلوا اتصال وفي نفس الوقت عاودوا حطوا لنا وصفه الكباب على الشاشه قلنا الفرن يكون مسخن من قبل باش تقدروا تحطوهم باش تضمنوا انهم يطيبوا بيان ديجا نعرفوا انه بيان داشي تم الطيب ولا البولي عاشي ولا شتي هاد السوالح ما هذيك شحال يتلقى روحو بنين وتشوى الخضره صعيبه صح يلا نستقبلوا اتصال الو 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 مساء النور مساء النور واش راكي لاباس الحمد لله الحمد لله على حسب الحاله كي مقيله على حسب الحاله كي مقابله كليماتيزور ومقيله الله 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 غير صح صح شتي حسيت واش راكي شراكي صافا الحمد لله شكون معانا الحمد لله ام رشا مشلف ام رشا ايه ام رشا مشلف معليش نعذرك لانه درجه الحراره في شلف جد مرتفعة جد مرتفعة جد مرتفعة بالشدة لأن بزاف عندهم سخانة ربي يقدركم إن شاء الله واش عامل الناس شلف والله غير لاباس الحمد لله يبارككم سلام الحمد لله تحياتنا ليهم كامل الله يسلمك يلا كي تبعي البرنامج كي حبيتي تطلبي وصفة والله غير متتبعة دائما الله يبارك الله يبارك الله يسلمك يلا عجبوك وصفة تاعنا اليوم والله غير راكم في القمة الحمد لله وكاش ما تطلبي عندك وصفات تحبي تحضريها بغيت نهضر مع الشيف كريمه حبيبتي واش راكي مساء النور لاباس ما مساء الانوار حبيبتي واش راكي لاباس الحمد لله انت كي مليحه والله الحمد لله انت كي مليحه الحمد لله الحمد لله مرحبا بك حبيبتي البرك بشرى بالالف مبروك لا يسلمك بالنيابه عنها حبيبتي تربى في عزه ان شاء الله ان شاء الله يا رب ما تطلبي والو والله راكم موفين ومكفين والله غير راكم في القمه ان شاء الله برك ما تديكش عينك وترقدي وتشوفي باقي وصفات تاعنا والله غير انت تبدي دائمه ونقعد نقيل نشعل كليماتيزر ونتبع التلفزيون ربي يقدرك ان شاء الله ربي يقدرك والله والله غير ما المحبين تاع سميه ربي يحفظك شكرا حبيبتي حبك نحبك بزاف ربي يحفظك الله يعطيك ما تمنى ان شاء الله والله غير بنتي رشا باغي تهضر معك يلا جوزيها لي اش عمرها؟ الو بابا سمية مساء النور الو بابا سمية اني نسمع فيك واش راكي؟ مليحة اني مليحة وانتيا؟ لاباس لاباس غاية و تاع شلفو لاباس رشا انت مليحة بابا اني غاية اني غاية رشا نحبك بزاف بزاف بصح تاع شلف يقولوا نبغيك ما يقولوش نحبك رشا من حبها فيك تردبتها لك انا نبغيك تقولي لي نبغيك شارك شعزي ما سمعتكش الو اني نسمع رشا الو انا نبغيك بزاف بزاف انا ثاني نبغيك بزاف بزاف نبغيك بزاف بزاف يا عمري حبيبتي شحال في عمرك رشا 7 سنين سبع سنين الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله تجي بيبي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله 7 سنين يشبه لي الو سمية نعم
ربي يحفظك رشا. الو سمية، انا جاية. اكي جاية عندي. الو طاطا. من سمية طاطا. هيا رشا ارواحي. مرحبا مرحبا. الو يلا يلا راهي تخلط في التليفون، قطع لها الاتصال. معليش تحيتنا لها، ربي يحفظها ان شاء الله ويحفظ لكم كامل ما تسعوا، ان شاء الله يحفظ لكم وليداتكم. شوفوا حب الاطفال الصغار تاعهم اللي يتبعوا معاه مع الامهات تاعهم مع الجدات تاعهم، وليت نهبط لابيسين لابيسين قاعد تخرج. فكرت السيده اللي اتصلت قالت لي وليتي كيما ماما نجوى وطاطا ليندا. فهمتي حب الاطفال ربي دليل على حاجه مليحه، حب البراءه، حب الصافي النقي. ربي يحفظ لكم ان شاء الله كامل وليداتكم. خليكم مع الوصفه كريمه، نخليك نعاود نرجع. راح نروحوا دوكا البسبوسه تاعنا، درنا دوكا في الوصفه البسيطه اللي نتمنى تجربوها اللي هي الكباب، درناها في الفرن. لما لا حاجه تقدروا ديروها العشاء، تجي بزاف بنينه وتجي كذلك زاكيه. يعني شتوك درت موارس كبار، يعني الوحده ديري ساندويتش، دير معاها شويه خضار، السلطه اللي كنا راح نحضروها وتجي هايله. نروحوا دوكا لوصفه البسبوسه. عندنا 3 حبات بيض، كتبت لكم يعني المقادير لكن نعاودوهم مع بعض كما العاده. 3 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه. دقيقه نحلو فقط، عفوا، قلنا 3 حبات بيض درجه حراره الغرفه. راح نزيد لهم القرصه تاع الملح. المكونات تاع اليوم راح نحسن يعني نوزنوهم يجوا ساهلين، بعلبه ياورت طبيعي فقط نغسل يديا فوالا. راح نديرهم شتو الياورت طبيعي يعني اسهل منها ما كاش. درنا 3 حبات تاع البيض، راح ندير لها قرصه فقط تاع الملح. دقيقه باش نروحوا هكا خطوه خطوه. هذه العلبه تاع الياورت طبيعي كنت فرغتها، هاي لان حندير علبه تاع ياورت طبيعي، درتها علبه تاع السكر فوالا. نخلطوها مع الفانيلا، دوك نزيد شويه فانيلا ونزيد برش تاع الليمون. نفس العلبه نكملوا كاع بها المكونات، راني درت علبه السكر مع 3 تاع البيض، قرصه تاع الملح، دوك نزيد الفانيلا ونزيد مبشور الليمون، نزيد المنكهات هما الاولين مع البيض تاعنا هكا باش يندمجوا مليح. انا نديرهم في زوج، فانيلا والقارص، نتوما واش تحبوا ديروا، لكن تجي هايله هاد البسبوسه بهاد الشربات تاعنا. كذلك اني وجدته دوك نديرو فقط يطيب. عندنا زوج كيسان سكر بكاس ونص تاع الماء، ونتخرج دو سيترون ونحطو فوق النار، غير يبدا راح يغلي، نقصو له شويه 10 دقائق ونطفو عليه. نحركو هذاك المكونات البيض والسكر، نفس قلنا البو هذاك تاع الياور الطبيعي راح نديرو نفسه كيلا زيت، يعني اسهل منها ما كاش. فوالا نحط هذيك الكيله تاع الزيت ونخلطو كذلك. شتي كنزيدو الزيت تولي تخشي بوماد. حركو بيان علبه تاع الياورت اللي كنت حطيتها هنايا باش نوزن كاع المكونات، كنت حطيتها هنايا. نخلطها كذلك بيان معاهم. وعلبه تاع نواط كوكو، نواط كوكو ثاني درت علبه وزنتها لهنايا. راح نزيد الفانيلا ونزيد كذلك 3 علب من نفس العلبه تاع السميد يكون متوسط مع كيس ونص تاع خميره الحلوى. المقادير كنت كتبتهم لكم لكن نعاودوا فيهم مع بعض. درت البيض تاعنا، درت علبه تاع السكر، درت كذلك الفانيلا، مبشور الليمون، قرصه تاع الملح، علبه تاع الزيت، علبه تاع الياورت هذه كذلك زدتها طبيعي ياغورت طبيعي يجي خفيف هذه البسبوسه، وزدت علبه تاع نواط كوكو. وراح ندير 3 علب نفس العلبه هذه قلنا تاع السميد يكون متوسط، وراح نزيد معاه كيس ونص تاع خميره الحلوى. هذا واش فيها مقادير. السيرو قلنا زوج كيلات سكر، معناتها هذاك الكاس اللي كاع عندنا زوج سكر بكاس ونص تاع الماء وينتخوش دو سيترون باش تجيكم البنينه. 10 دقائق بعد ما يبدا يغلي ونطفوا عليه. هنا راح نزيد السميد تاعنا متوسط، كنت وزنته 3 علب مع كيس ونص خميره الحلوى، معناتها 15 غرام يعني كيس تاع 10 غرام وزدنا نص. نخلط هذه المكونات مع بعض، خليط بسبوسه هذا يجي هايل. فوالا تحصلوا على هذا القوام.
شوف قوام يكون متجانس، نجيبو السنيوات تاعنا راح ندهنها بشويه تاع الزيت، نرش شويه فقط شويه تاع الدقيق اللي كنت استعملت يعني حوالي نص ملعقه، ونحطوا البسبوسه تاعنا تجيكم يعني في السنيوه شويه هابطه، خلوها خمس دقائق. قيس ما تشعلوا الفرن واحد 10 دقائق هكاك تشعلوه من قبل، قيس ما تشعلوا الفرن دخلوها الفرن تمتم راح تطلع من الكيس ونص تاع الخميره تاع الحلوه. غير نجبدوها من الفرن الشربات تاعنا يكون بارد، نبداو نشربوا فيها ونخلوها هي كي تدخلوها الفرن راح الزيت تنتفخ، وكي نشربوها راح الزيت كذلك تدي يعني الشكل المناسب. انا درتها بهذا الشكل ما نحبهاش بزاف تكون طالعه، تكون هكا يعني متوسطه وتتقدم بهذا الشكل. فوالا نحو فقط البطاطا تاعنا. ندهنوا السنيوات تاعنا فقط، هنا النحل ما خلاناش كاع نخدموا اليوم. ندهنها قليلا برك. هكا ونحطوا البسبوسه تاعنا. شوفوا القوام تاعها كيفاش راح يكون، قلت لكم غير تحطوها في الفرن راح تدوبلي يعني تطلع اكثر. وكي تزيدوا تشربوها وتخلوها هكا واحد زوج سوايع ثلاثه باش تبداو تقسموها تزيد كذلك تزيد في الحجم. راهي رائعه. هذا واش مليح فيها؟ راهي هايله. هنايا ديجا درت سنيوه شويه كبيره، انا حبيت هذا الشكل يكون هكا تتقدم بهذه الطريقه، اللي يحبها اخشن كيما يحبوا. تجي رقيقه وتجي خير. نحبها هكا انا كي تشرب تشرب ضربه واحده وشوف كيفاش تقدم. ما نعرف يعني كل واحد، وانا نحبها هكا صافي نديرها في وسم يعني سنيوه تكون اكبر باش هاد لاكونتيتي تخرج تاعها. وزيد الحاجه اللي عجبتني كو راهي مشمخه ورقيقه وبالطريقه يعني تاع زمان بشويه نواة كوكو كامل. هي تقدم بوكو بليس لنفسها هكذا يقولوا. لا 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 هذيك مشوشه ما درناهاش مشوشه غوايه. هذه البسبوسه تتلفني ما بيناتهم، بزاف بنينه ورائعه في نفس الوقت كما قلت لكم مشربه. شوفوا حتى يعني ما نحبش هذيك خشينه بزاف. ومن بعد انا ثاني ما نحبهاش، علاش قلت لهم اعطيتهم الاختيار. حبيتوا هذا المقدار اللي مديناه دوكا ديروه في سنيوه تكون اصغر كيما هذه، هذه درتو شويه سنيوه اكبر. تجيكم انتم علاش؟ باسكو شوفوا تخلوها خمس دقائق دوكا ندخلوها الفرن، غير تحطوها تلقاوها ديجا طلعت، تلقاوها طلعت. ومن بعد كي تشربوها تخلوها زوج سوايع ثلاثه ولا حتى كي تبات تشرب تلقاها زاد طلعت. على بها انا نديرها في غيسيبيون لانه هذيك الحبات تاع السميد شغل يتنفخ. الوغ لك خلوها تطيب مليح. فكرتني سميه، خلوها تطيب تحمر بيا، دخلوا الكوردون تلقاه نشف. البسبوسه تجي طايبه يعني ما تخلوهاش بيضه باش الدقيق اللي لداخل المكونات اللي لداخل تجي مليحه. ومن بعد شربوها بالقطر هذاك اللي قلنا بارد، درنا كاسين سكر، كاس اللي كاع عندنا بكاس ونص تاع الماء ويتخرج دو سيترون. 10 دقائق بعد ما يبدا يغلي تنقصوا له شويه هذوك ال 10 دقائق وتطفوا عليه يبرد تماما. هي سخونه شربوها خلوها عطوها كميتها. هذو لا كونتيتي اللي مديتها لكم بهذا لو بو دياوغت، هذاك الكاس تشرب كاع الكميه اللي مديتها، كاس ونص هذاك تاع الحين نقص شويه منه. فقط نحو البطاطا تاعنا ونعاودوا الوصفه دقيقه ما بين نروحوا للسلطه تاعنا. شحال الساعه سميه؟ مازال الحال راهي و 26 دقيقه. داكور الكباب تاعنا راهو يطيب في الفرن. جهزت له سلطه خفيفه دوك نهضروها مع بعض. ابار السلطه اللي اخترتها اليوم كباب يديروا معاه سلطه تاع كؤوس، انا نقول لها يكون كلش صغير علاه وفيها فينيغرات، تكون فينيغرات يعني لاباس بها، ويديروا كميه تاع المخلل فيها باش ما يتقهمش وتتكل بارده. اخترت نديرها اليوم هكا باش هكا تناسق فيكون في باش هكا كي يديروا عفسه على بالهم كي يتماشى معاها ما يتقهموا ما يكملوا بطاطا تاعنا. انا شاد نحبوا البطاطا. يلا استقبل اتصال. الو 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 مساء النور. نور مرحبا بك عايشك. واش راكي؟ واش كنتي؟ مانيش نسمع فيك مليح. واش مغمرخص حبيبة قلبي يا عمري. الو رضا من فضلك. الحمد لله. يلا شكون معانا؟ ام لقمان من قالما. ام لقمان من قالما، واش راكي ام لقمان؟ والله لاباس. ولا عليك انتيا. الحمد لله في نعمه يا رب. الحمد لله يا ربي راكم مع البحر مع السماء. غير حبسي ام لقمان ما تحسديناش، هاي واحد السخانه واحد النحل واحد. يا لي انا شاتي نروح نبحر وكي شفت كيما سخفت ارواحي. ولا غير مرحبا بك. لا لا البحر راهو هايل.
الناس اللي راهي في البحر راهو كالم راهو هايل يعني بزاف راهو طوب راهو ربي يعين. مي حنا مازال ما دخلناش. واش عمو جلال؟ الحمد لله في نعمه الحمد لله يا رب. يا الحمد لله يا ربي. شاف كريمة شاف نادية شاف بشرة الحمد لله في نعمة الحمد لله. يا الحمد لله مبروك على بشرة العقوبة ليك إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يبارك فيك حبيبتي شكرا. إن شاء الله يعمر حجرك هاللي يمر إن شاء الله يا رب مكتوب ربي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. يلا أم لقمة كش ما تطلبيك شما تحبي وصفة؟ والله عيط بها عيط بها نشكركم وبنقولكم يعني إن شاء الله نجاح على نجاح إن شاء الله ورب يقدركم إن شاء الله وتكون في ميزان حسنياتكم إن شاء الله. خاصة لي شاف لأنهم هما اللي مساك لهم في سخانة وهما اللي يخمروا باش يجيبوا لكم كل يوم وصفة صحة ولهنا إن شاء الله. راهي اليوم معايا كريمة تحبي نجوزها لك؟ فوت الكريمة كنت نتبعها من كانت في عرضوا عليها الكلاب وإحنا صيدناها من تما. أهلين حبيبتي وش راكي؟ والله لا بس الحمد لله تركتي متابعة وفية ضيفة عزيزة كما يقولوا. وش راكي حبيبتي كم ليها؟ والله الحمد لله والله في نعمة الحمد لله. إن شاء الله دائما حبيبتي إن شاء الله دائما إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. صبا كاش وصفك حبتها؟ والله وش راح نقول لك انا نشتي البغرير سيت البغرير تاعك سيت الهمبرجر تاعك بالصحه ولهنا يعيشك تعيش يا حبيبي. جاك مليح البغرير؟ اصلح لي البغرير جاني طوب كما تقولوا انتوما. سيت الهمبرجر تاعها انا جاني بيان اها. سيت الرز كي غير ما سيت الرز اللي درت نهار ناديه هي اللي دارته هي وراه دارت الليبولات تاع بلي شامبينيون بنين اه سييت وجاني علامه اه بنين هايل بصحتك تاع البركه المتتبعه ان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله يا رب. ان شاء الله حبيبتي انا وياك وكامل الموجودين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وسلموا لي على الشيف بشرى وعلى الشيف ناديه ان شاء الله يبلغ يبلغ ان شاء الله وربي يهنيكم وربي يصلي عمر حجرك ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا لك ام لقمان شكرا حبيبتي مع السلامه. شكرا مع السلامه باي باي مع السلامه شكرا لك تحيه كبيره ليها. وكم الناس قال ما كم الناس شرق الجزائري يتبعونا كل ولايات الوطن من الغرب الشرق الجنوب دائما ما نساوهمش ربي يقدرهم ان شاء الله مع السخانه. دائما نذكروا انه الناس اللي ما عندها والو كبار السن اللي عندهم الامراض المزمنه نساء الحوامل الاطفال الرضع كل هادو انا نقول لكم يعني موجه حر نبهوا منها الاحوال الجويه فردوا بالكم اقعدوا في المنازل تاعكم اللي ما عندهم والو سيو يعني ان معليش حتى واذا بروغراميت وخرجه كما نقولوا من 4 العشيه ولا 5 يعني هاد اشعه الشمس ثاني ماشي مليحه خاصه الناس ثاني اللي يكونوا في البحر اشعه صح. الشمس مضره بزاف انك تقعد تحت اشعه الشمس طيله النهار جوست باش تبرونزا ولا ردوا بالكم دائما الحمايه كاين لي كريم كاين لازم صافي. تكون عندنا هذه الثقافه شتي كاين يحب يبروفيتي ايه نعم شوفي كاين اللي كيما قال لك يحب يبروفيتي لكن لازم يختاروا فقط الاوقات كيما يقولوا اللي يخرجوا فيها للبحر معليش يقعدوا تحت باغاسول ولا كاين اللي يجوزوا النهار كاع لا غالب ما يعاودش يروحوا لدارهم لكن يتفادوا هذيك السويعه اللي يتفادوا يخرجوا يعيشوا في ضربه الشمس فوالا وما يدخلوا تحت باغاسول في هذوك السويعات اللي شويه راني نكمل انا في البطاطا تاعنا دوكا طليت على الكباب نشعلو شويه فقط من الفوق راهو جاهز. المليح فيه انه تمتم يوجد. السلطه تاعنا اللي نقدمها دوكا عندي سلطتين سلطه راح نقدمها مع تاع مع الكباب وهذه حدوها خفيفه في الكؤوس. عندي حبه طماطم قطعوا كلش رقيق قد ما تصغروا هنايا في هذه الشلاضه تجيكم بنينه. درنا حبه تاع خيار كذلك قطعتها كذلك مكعبات صغار. هذه تجي بارده شردوها في الكؤوس دوكا مع الفينيغرات تاعها تتكل مع حاجه كي نديروا كباب دجاج ولا ما كي نديروا دجاج محمر ولا هذه تجيكم بنينه. راح ندير كذلك حبه تاع فلفل قاعد درت حبه حبه هكا تكفي بالغرض. عندي لهنا انا نورمالمون ندير مخلل هذاك اللي كنا نديروه يعني درناه في الوصفه مرتين ولا في الو شيف اللي درنا مخلل ودخلنا فيه البيطراف باش عطينا هذاك اللون الشباب
انا خلاص لي درت لكم البديل. غليت حبه تاع بطرف راح ندير لهنايا باش كي نديروا فينيغرات وكاع تعطيكم اللون وكذلك نكهه بنينه. هذيك الحلاوه تاع البطرف تجي هايله. غليتها نص غليه. عندي حبه هنا حبيبه تاع كورنيشون كذلك هنايا تعطيك ذوق مليح للسلطه تاعنا. وبلا ما نستغناو اكيد كي نقولوا السلطه شرقيه ولا حاجه فيها نكهه راح تكون معدنوس ونعناع لازم فيها. هنا نعناع عفوا نعناع ديتو فريش، لكن نتوما الا ما عندكمش ادوا المجفف ديروه يعني بين يديكم كذلك يمد طعم هايل. هنا كاع المكونات هنا لازمنا الفينيغرات كذلك اللي تجي مليحه. هنا راح ندير خليط بين القارص والخل، راح ندير زيت وزيت الزيتون والملح. نبدا فقط نزيد في الفينيغرات تاعنا، نحي فقط الكباب تاعنا باسكو خليته شويه فوالا. تعالتي له ثاني من الفوق؟ ايه شويه فقط تم تم يجهز. نساعدك؟ ايه عطيني هذيك الحمراء فقط سخونه. ردي بالك. سينو نزيدو شويه الفوق. جو بريفار وي. هو نورمالمون واجد هكا يجي طري، لكن نزيدو شويه فقط. تعطي لي ياسين في الكاميرا قدامك؟ اكيد. يلا ياسين نشوفوا مع بعض الكباب طريقة يعني الطهي تاعو. شوفوا كيفاش راهو يشهي. رايحين فقط نزيدو نحمرو شوية، أنا نحب كي يكون حمر من محمر أكثر. خليه يحمر يجي بنين. نكملوا السلطة تاعنا ملا ونحو البطاطا تاعنا كذلك. أنا ما نحبش هذاك الكباب اللي يديروا فيه بزاف الزيبيس ولا كاين بزاف اللي يديروا البيونداشي يديروا لها بزاف كيما نقولوا العكري الطماطم باش يشبه حبه كباب عروق. ايه يبدل له كاع الطعم. هذا ما درنالوش والو، هذا شبهناه تاع برا شويه معدنوس، درنا له فارينه باش يعطولهم قلت له تماسك لكلش وتمتص المياه اللي تلقها البصل اللي درناه نص حبه بصل ودرنا شويه تاع الشحم. هذا ما كان باش يعطي هذاك الكو تاع الشوا، ما درناش بزاف ملح فلفل الكحل باش يقعد هذاك الطعم. كي ديري ساندويتش تحسي كي تاكلي حبه كباب، غير حبه وتجيك بنينه في الساندويتش. دونك البطاطا تاعنا لاحظتوا باش تقعد لكم مليحه ما نملحهاش قبل، قلتها لكم خاطره دائما ملحوها بعد باش تجيكم كيما تاع برا. جيت تقرمش. جيت تقرمش. نديروا دوكا شويه تاع زيت الزيتون شويه تاع الزيت. هذه نعاود نرجعوا لافينيغرا تاع السلطه تاعنا. هنا راح نديرها ديراكتومون باش تشرب لنا بيان. فقط انا مانيش نشوف راه الزيت. عندي الرشة تاع زيت زيت زيتون خالط باش هكا كاين اللي ما يحبش الزيت وكاين اللي العكس ما يحب زيت الزيتون. انا نشوفوا زيت الزيتون صحي على بالنا كان يجي صحي اكثر. والناس اللي ما يحبوش فقط ما تقولوا لهمش انه راهو في رانا دايرينه في لاصا وما يقولوش الحيله باش زعما ياكلوا. لانه لما نديروا في الشلاضه مع المكونات اللي يكونوا تما سيغتو اذا كيما راكم تشوفوا ذوق البطراف النعنع راح يتغير اللون تاعو. لازم المراه دير حيله شويه باش انا دائما ندير ميلونج وما يفيقولوش ما من القارصه يمشي مع زيت الزيتون. ندير خل وندير قارص. انت واش درتي دوكا خل وقارص؟ درت خل وراح ندير نص حبه تاع قارص. الملح فقط ندير شويه. ودرت خليط بين زيت وزيت الزيتون. نحبوا بزاف هاد الانواع من السلطات وكانوا دائما طلبوهم. النحل النحل ثاني قدامك فهم روحك حلو ولا مالح؟ وشوق ما فهمتش انا جامش نحله تاكل بطاطا. اكيد شوفي لا لا هنا راهم في صابل الضو. اه صابل الضو يحب لا لا ماشي صابل الضو نوع عندنا راه في البرنامج حب يتقلش حب يدوق يقول لك هادو هنا خبز كاين حاجه وحنا ما على بالناش. حندير رشه تاع قارص تتماشى مليح مع هذا السلطه. المهم درتوا الخل ديروا رشه خفيفه تاع القارص. ودائما صباح كنت قلتها لهم صباح الشروق دائما سيو دخلوا فيتامين سي شاك 4 سوايع للكور ديالكم عن طريق عصير عن طريق فلفل فلفل فيه بزاف فيتامين سي عن طريق سلطه عن طريق اي حاجه سناك هكا خاصه في الصيف. فيتامين سي شاك 4 سوايع لازم يتجدد في الكور تاعنا. احنا برك مهملين مامي للجسم تاعنا. لا لا ما نروحوش ما نميلوش للاكل الصحي ما على باليش على صح حتى يعني فصل الصيف شتي تكثر فيه الماكله يعني دوموندي الماكله ناكلو بزاف فيه بصح لكن غير صحي. اكلنا تقريبا في فصل الصيف غير صحي. لماذا؟ لانه كلش مقلي. نروحو غير لاصوص على بها درت يعني لا عندكم مخلل لو يتباع دوكا الا ما كانش ديروا غير كورنيشون قطعوها رقيق باش يكسر لكم الذوق تاع السلطه وديروا هاد لي طاب تاع نص حبه. ها خلاص لك بيدو المخلل مازال بصح ماشي تاع البطرف مازال لي واحد اخرين. حنا نديرو انواع تاع الدبس تاع صافي انواع كي
يكمل هذا يصوتوا الاخر بيعولي بيعولي انه في بيعولك بيعولي مازال ما رحت باسكو كان انا معولها كي نروح نشري قبل لي بوغ ترونجي ونروح ارواحي والله ارواحي قالوا لي في بيتها يعني في المطبخ هكذا بدونات كبار زيتون المخلل الكورنيش وهي تخدموها هي كلش تحضروا لي كونفيتور انواع عجبوك كونفيتور عمر ولا مدمن على تاع الفراز فراز شحال كاين كاين نقول له ما تخممش انواع كاين بدون نزيدو نعاودو نرجعو نبدلو كل ما تجيب لازم نخدم باسكو على بالي نستعملو رائع 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 الله يسلمك لي كونفيتور تاع حب بزاف بنان شكرا حبيبتي نمدهم لهم والله ما حنبخلوا عليكم لكن تعرفوا رانا حسب الاسباب حسب كي رانا برا نديرو نجيب لك نجيب قدره بالك اللي تمشي هنا كبيره باش كي يغلي على بالك هو لاسيوس تاعو او يغلي درجه معينه كي يولوا بنا بلا ما نحسب لهم بنا بالكبار نطفي عليه تمتم نعمروا البلارات تاعنا نمسحوها نشلوها بالماء البارد نقلبوها حبيتي تشوفوا كاع ماشي نجيب لهم ها هو جد ها هو الوقت نولي لهم القوام في طبسي يا اخي حكمي طبسي بارد مقلاصي وديري تشوفي القوام تعطيهم القوام الصح يا اما عن طريق ما يتقابلوش يا اما ما تم القطره ما تروحش بعيد معناتها غير تم الضوء لازم توري لهم اسيس ما عرفتش كيفاش ندير هنا وهي ساعه ونص من الزمن كيفاش نعطوها لهم نقعد نقول لهم ديروا هاك وقعدوا على بيها سينو وثاني مع الكرموسة وجيتني حبيت الوصفة تاع كرموسة راني دايرة واحد نبعثه لك إلا عجبك نكملوه لكن ماشي هنا هنا ما كاش من ما عرفتش ما نديروش هنا نديروه إلا جبنا قدرة نجيبو قدرة رضوان من فضلك طالب من الجمهورة أنك تجيب لنا قدرة على بلاك هكا كبيرة باش تقدر تدير فيها خاصة أنه كما قلت لكم موسم الكرموس يعني فنغتنموا الفرصة ونديروا ثاني به به الكونفيتور كاين بزاف اللي يحبوه لحقتك الريحه ولا مازال مازال من هي نديرو السلطه تاعنا ونجيبو السلطه اللي حنرافقوها كذلك به رائع مليحه انا كيما انا كي تعطيني اكيد تشمي انت شيفا لحقتها الريحه تقولي لي قدموه بهذا نقدموه بلاصوص تاعو اللي نهضروا دوك جبت عليها الخبز جبت الخبز العيش دوكا واش نوجدو لا لا انا 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 محظوظه امي دايت لي اني نشتغل في هذا البرنامج الاول برقات لي المكرجه قعدت قلت لها دوق برك نسخف معاها هذيك دقيقه شوفي نشكل لك انت الاولى شكلي لي ساندويتشه خلاص بطلت القهوه معليش خلوني نسمن سبور اني شاريه الماشينه تاع سبور في الدار والله شتيها في البالكون صح ما شتيهاش في البالكون ايه ايه نورمالمون صح صح راح نجيبوا شويه تاع لاصوص ما نكثروش كنت درت فيها علبه تاع ياورت طبيعي شويه مايونيز مغرف صغيره تاع طحينيه وبديت نزيد شويه تاع الماء شويه تاع القارص حتى تلحقوا القوام لانه الطحينيه اللي يعرفها واللي مولف يتعامل معها تقل الامور معناتها غير تبدا ديري في الماء تولي تتقال تزيدوا لها شويه قارص والماء حتى تلحقوا القوام زيدوا شويه تاع الملح راح نديروا فقط كريمة ديري حسابك راهي 40 دقيقة 41 دقيقة هاي نشكلو هادي يعني تقريبا 5 دقائق 10 10 دقائق يلا مازالت 10 دقائق واش حبيتي شيفا؟ نوري لها بعد ديري شوية باش تقدر تدي الساندويتش واش نزيدو هكا تهبط لك لتحت احطي لها لهنا هنا هنا ريحة الترك هاي هنا وشنو كاشي؟ هكا لهنا هكا؟ هاي طيب هاي كنا هكا شيفا غير تتبلل بابا بابا زيدوا شويه صوص قرعتي تاع كوكاني عاود رجعت للثلاجه باش تبرد من فضلك ولفل فيها كي حبيبتك هكا يا بطاطا ونشكل الاخرين باش نحطوهم هاكي تاك بابا 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 نجيبو فقط نشكلو تاعنا حماتي بتحبيني نحطو الخبز تاعنا نفرشوا الكباب مباشرة احنا من بعد لازم نفتح لكم باش تشوفوا شوف والله غير نعاود نفتحوا على جالكم نعاود نطويه نقسمه لك لحبيتي على اثنين شوف شوف شهيتكم في الجنة بصح سمحوا لي راح ناكل كباب تاعنا شوفوا كيفاش يجي فيد من الداخل كما قلت لكم نوريكم فقط حبة شوفوا يجي لداخل شوفوا يجي فيد لداخل او سخون متماسك هذيك مغرفة تاع فارينة اللي كنا درناها شوفوا يجيكم فيد لداخل سخون فقط
ماشي شرط يعني كميه كبيره، ديروا غير شويه وديروا معها خضر بصل وطماطيش مشويين، كي ديروا هكا في العيش غير واحده مع شويه لاصوص ودوا ما درتوا عشاء، يعني دي فوا ماشي مكلفه. بالمناسبه الخبز هذا ثاني عطيناهم الوصفه كيفاش يحضروه كريم. درنا خبز هذا اه، راح فقط ندير هنايا هذا نقدمه كذلك، قلنا مع خضار. بسم الله الرائحه ما نحكي لكمش. بسم الله هاكي دوقي هاكا فيد ديريكتومون كيما يديروا الاتراك المباشر. انا نزين لهم فقط لي بلاي هذوما، والله راح نديروا عشاء. شوفوا ان شاء الله، والله غير نديروا عشاء ان شاء الله. بنين عندي كميه شحم مرحيه هنا. واش درت؟ بصل جوانح. دائما البصل تاعكم تستعملوه للشلاضه ولا تستعملوه الحاجه اللي حتاكلوها، وكاين اللي يحرق لهم لي ستوما، واش ديروا؟ ديروا في الماء بارد وديروا شويه تاع الملح، خلوها ان بون مومون ومن بعد تجبدوا عصروه. وما عاد حطيتو في الغيسيبيون تاعنا، درت له شويه تاع ما عاد نص وشويه تاع السماي، ثم قال لي ما عندكم ماشي مشكل، ديروا عصره قارص وقدموه مع المعدنوس فقط يفي بالغرض. حنديرو هنايا فوالا، الجهه الاخرى حنقدم شويه تاع بطاطا. غير نتوما في الدار وتقدروا ديروا لي بلا هادوما بلا ما تخرجوا يعني ايوغ. حنديروا هذيك الخضار المشويه والطماطم، شوفوا دات اللون، شوفوا اللون اللي داتو الطماطم هكا، باش كي نديروها مع هذاك البصل تعطيكم كو مليح لي ساندويتش تاعكم. انا درت حبه فقط لهنا، نتوما تقدروا ديروا اكثر، انا فقط يعني درناها كفكره. نتوما ست فو سنيوه تاعكم وست فو مام الكباب فوقها ما يهمكمش، لانه كلش من بعد راح يندمج مع بعضه. صح والله، انا متاكده انه الكل راح يجربها، ما فيها والو يعني شويه فيونداشين. قلت لهم شويه برك حبيبه ديروها في ساندويتش لي مالا، ماشي معناتها خطره في كمية. ماشي كميه وما تكثروش. صح بارابور اللحم يعني اه اي بارابور اه نفس السي صح. آه رشه قارص اللي يحب يدير الكباب تاعو يدير له رشه قارص ويتقدم هذا. يا عطيني نحطها على الطاوله، يعطيك الصحه. دوكا نديروا السلطه تاعنا، يعني ما يديش وقت. فكره كالعشاء ولا جاك واحد هكا ضيف ولا منها حاجه ما تديش وقت، منها حاجه ما شاء الله تقددوها لي ساندويتش موراها اتاي خفيف ايه. ماشي يعني الشرط الواحد كما يقولوا قادر هذه تنديروها حاجه اخرى ولا دولما ولا ديروها ككباب، ديروا دي ساندويتش هكا باش تغيروا وما يشوفوها هكا مضيفة في المطاعم تقدم ولا هي اسهل حاجه. فقط فوق الوسمو دوك نديروا سينا حنا نديروا شويه لاصوص هاك من الفوق ثانيك تمدلو الطعم. وهذه هي وصفنا اليوم، بس راح نديروها طيب. شربت تاعها نوريها لكم فقط كي كان فقط النحل، ها هي بها بترونش تاع سيترون بالنحله معاها. كنت درت زوج كيسان تاع السكر، كاس ونص تاع الماء وترونش دو سيترون. هذيك الشريحه تاع الليمون تمنع لكم السكر فقط، تمنع السكر انه يتسكر لكم، يعني قد ما تقعد البسبوسه هذه تحطوها في الكوشه وتقعد تقعد لكم بنفس الطراوه. نخلوه قلنا يبرد من بعدها تماما، بسبوسه سخونه فنشربوا فيها المقدار اللي مديته لكم يتسقى كاع في البسبوسه اللي مديتها لكم، كان المقدار اليوم بالكاس بالبو تاع الياوت، يعني اسهل منها ما كاش. ثلاثه بيض مع هذاك البو تاع السكر الفانيلا، ودرنا لها كذلك مبشور ليمون، دورناهم بيان، زدنا نفس البو واحد زيت وواحد تاع جوس تاع نوت كوكو، بعدها نفس كذلك هذاك البول تاع الياغورت، درنا ثلاثة سميد اللي يكون متوسط مع كيس ونص 15 غرام تاع خميرة الحلوى، يعني سهلة هذه البسبوسة. يعطيك الصحة كريمة والله، وصفت ولا أروع، أنا كنت مريضة ريحت. حبيبتي تعيشي بالشفاء عليك ان شاء الله. بالشفاء حبيبتي تعيشي. وصفات رائعه ان شاء الله. انا نقول نتمنى انكم تجربوها اليوم، خاصه فكره اللي كما قلت لكم العشاء مع شلاضه خفيفه شويه لي فخيت وانتم درتوهم، حتى انا نشوفها عرضه ولا خفيفه انه مع السخانه شتي ما ياكلوا والو. اطباق هكذا كما دارت لهم التحضير رائعه جدا. انا نقول لكم فاصل تقديم لما يقدموها للشيف بلمسه رائعه اكيد وبديكور رائع كذلك. شكرا كريم يعطيك الصحه حبيبتي. هنا اليوم كانت وصفه خفيفه، حنقول لك ما من حل حاضر معنا الضيف، حاضر بدا معنا كمل معنا. مرحبا بي. كنا درنا وصفه خفيفه تاع كباب، نتمنى تجربوها، وصفه خفيفه بنينه عطيتها لكم بهكا باسرار خفيفه ووجدت لي معكم. درنا بسبوسه كذلك بالطريقه تحبوا هذوك المقادير البسيطه وبقادير مضبوطه، درناها مع بعض وسلطه تترافق كذلك مع هذا النوع من الكباب، ولا كي ديروا الدجاج ولا ادوها كفكره اعتمدوها تجي بزاف هايله.
فوالا يعطيك الصحة. دون فهمت علاش فارس راهو سمين مسكين. تعيش يا حبيبتي. ربي يحفظهم لك ان شاء الله في ميزان حسناتك الكريمة. دائما الابداع ودائما الجديد اكيد. حاضرين معكم دائما في برنامجكم نفس القناة نفس التوقيت غدا ان شاء الله كذلك وصفات ولا اروع. غدوة واش حنديروا لهم؟ غدوة عندنا مسمن مقلي، عندنا مسقعات باذنجان. مسمن مقلي معسل. وعندنا كذلك مسقعات باذنجان. تغميسة هايلة. وعندنا كذلك انا قلت لهم تزيريات مالحين باللحم مفروم بزاف وصفه هايله وخفيفه كذلك. يلا ربي يكون في عوننا وعونكم ان شاء الله مع هذا الصيف نولوا قدر هاك. هذه هي المطبخ الجزائري وهذا هو ابداع اللي شاف جزائريين. نتلاقى بكم غدا ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت. هلا في روحتيكم وما تنساوش تتابعونا غدا دائما. هنا متواجدين معكم في فندق الرمال الذهبيه بزيرالدا. سلام.